كيف يقدر الإنسان أن يتعايش بعد وفاة أحد من إخوانه؟ ياي صعبة صعبة صعبة. شوفوا أنتوا ياس يستوي في غزة كل يعني جماعي فجأة كلهم يموتون مع بعض، هذا الطفل اللي يتم شو وضع؟ يحس أنه وحيد في الدنيا، يحس أنه راحوا كل أهله، سند عزوته، الأخ عزوة، الأخ سند، وهو في النهاية السند هو رب العالمين. شو اللي يخليهم يقتنعون إن لا اذكر الله؟ أمس أشوف فيديو اذكر الله، إحنا أصلا لله لسنا لأحد، إحنا مكتوب علينا، إحنا أهل غزة، إحنا غزة هاشم. يعني المفروض أن إحنا نكون إحنا فدى الإسلام، وإحنا ياس يتكلم عادي، هم يربونهم شي، إحنا ليش ما نحط هالشي في بالنا؟ ما بنقول إحنا من غزة، بنقول الإنسان الموت حق، ومثل ما هم قادرين يتقبلونه طبيعي بعد نحن نتقبله. الحقيقة الثابتة هي الموت، الموت موجود، وإذا قدرت إنك تتصالحين مع الموت بترمين تتعايشين مع أحزان الدنيا وابتلاءات الدنيا. الموت يعني شيء وايد حلو، لأن تلاقين رب العالمين، ويعني إحنا من الناس يا الله نتوق إلى رؤياك يا رب، وكل حد لا يومه وكل حد لا وقته، والموت ما له سن. لازم تقتنعين انه هو راح عند اللي خلق، اللي خلقنا كلنا، اللي كلنا اخيرا بنرجع. انا لله وانا اليه راجعون. لكن الانسان يتعامل مع الفقد، لازم تقنعين نفسك انه وين صار، بحيث انك انت ترتاحين. انت في البدايه نعم فقدتي، لكن ما يهون عليك انه ما حد، تعودتي على الشيء. فلازم تقنعين نفسك بالمنطق انه صار، ونحن بعد صايرين على نفس الخطى. شي تقنعين عمرك ما شي لكي، وتكوني مؤمنة، تكوني مؤمنة، تتوكلين على الله وتكملين الحياة. الله يحب المؤمن المستبشر. الله يجبر قلبك يا رب العالمين. يا رب قولي آمين.